الحصص على القناة، وهبعت تسجيل الحصة إن شاء الله النهاردة. إحنا وقفنا عند إيه بقى قبل الحصة ما تفصل؟ إن إحنا عندنا هنا أوبجكت مشى من A لB بيونيفورم سبيد، يعني بسرعة ثابتة، تمام؟ وبعدين من بي ل سي ابتدى يعمل اكسلريشن ان هو يغير في سرعته لغايه لما ستوب وقف، تمام؟ فهنا عايز طلبين، عايز الريجولار سبيد من اي ل بي. يلا يا مازن معايا، مازن بحضرتك يلا يا مازن، احنا كنا قبل ما نقفل في الحصه اتفقنا مع بعض الريجولار سبيد هنقول القانون بتاعها اللي هو ايه، ديستانس على ايه، على تايم. الفي هو هنا عايز ايه من A ل B، هو ماشي 40 متر، تمام؟ في قد ايه، في 4 سكند. يبقى انا كده عندي الديستانس والتايم، فسهل ان انا احسب الايه السبيد. السبيد في ايكوال ديستانس التايم بير تايم او ديفايدد تايم ايكوال الديستانس 40 equal 10 40 divided الفور هيديني equal ايكوال ايه؟ 10 10 متر بكم؟ متر بير سكند، تمام؟ طيب هنا بقى عايز الايه؟ عايز الاكسلريشن من بي لسي. احنا اتفقنا ان احنا العربيه فضلت ماشيه 10 متر بير سكند لغايه ما وصلت بي. عند بي بقى فضلت تغير في السرعه، الاكسلريشن يعني ايه؟ تشينج سبيد، بتغير في السبيد بتاعها لغايه لما ستوب وقفت. يبقى انا عندي الاكسلريشن عشان احسبها بكتب القانون اللي هو ايه ايكوال الاكسلريشن v2 ماينس v1 السرعه الاول النهائيه ماينس السرعه النهائيه على التايم. طيب v2 السرعه النهائيه هو ستوب بتبقى كام يا مازن؟ تبقى كام يا مازن؟ مازن هتبقى زيرو، مش هو وقف، ماينس السرعة الأولية اللي هي الإيه؟ اللي هي ماشية بيها اللي هي 10 اللي إحنا لسه حاسبينها، صح؟ على كده equal التايم. 0.5 متر بير سكند على قد إيه بقى؟ خدت قد إيه وهي بتعمل على أكسلريشن وهي 20 سكند 20 سكند اللي هي 20 طبعا سكند ايكوال هتساوي ايه بقى؟ ها؟ 0.5 متر بير سكند بار 2 عشان ديت الاكسلريشن. ايوه نيجاتيف، يبقى دي بالنيجاتيف، نيجاتيف اكسلريشن لانها بتقل. قلنا النيجاتيف اكسلريشن يعني ايه؟ العجله اللي هي بتقل، ان السرعه بتقل معايا، ان السبيد ديجريز. هتبقى كام؟ 0.5 نيجاتيف 0.5 متر بير سكند بار 2 متر بير سكند سكوير اكس. خلاص كده طب عايز حد يحل معايا المسألة الجاية دي، البروبلم التانية؟ مين خدنا؟ ماشي محمد، انت معايا اول حصة دي؟ محمد طب يلا يا جنى، بما ان انت كنت آه. معايا، ماشي معايا اول حصه دي ولا حضرت معايا قبل كده؟ نادي أول حصة طب مع بعض كده ايه علشان تفهم احنا بنتكلم عن ايه، تمام؟ هي قوانين واحنا بنطبقها. احنا بنتكلم عن السبيد، السرعه، والسبيد دي لما بتتغير تشينج مع فتره من الزمن بيبقى اسمها اكسلريشن. يعني ايه؟ يعني لما العربيه مثلا تكون واقفه وتبتدي تمشي فسرعتها عماله تزيد، فده اسمه اكسلريشن. انا بشوف التغير في السرعه قد ايه على الطيب، خدت وقت قد ايه لما غيرت السرعه دي، طب الرنين تمام؟ الحين طب بالتطير تعال نحل تعرف كده واحد مع a car move at speed of 60 متر بير سكند. عربيه ماشيه بسرعه 60 متر بير سكند، تمام؟ if the driver used a brake، لو الدرايفر داس فرامل طبعا السرعه هتقل،
انا ماشيه بسرعه 60 ودوست فرامل، فالسرعه تفضل تقل 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 لغايه لما وصلت السبيد بتاعتي ل 3. لا هنا ديجريز ذا سبيد باي، هنا الاكسلريشن بتاعي بقى اللي هو 3 متر بير سكند سكوير. عرفت منين ان ده الاكسلريشن؟ لما لقيت السكند سكوير. يبقى السرعه بتاعتي فضلت تتغير 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 لغايه لما وصلت الاكسلريشن بتاعها اللي هو 3 متر بير سكند سكوير. طب خدت قد ايه وقت لما اتغيرت وفضلت تقل؟ ان هو داس فرامل فابتدت تقل. احنا عايزين بقى نشوف الوقت اللي اخدته قد ايه. انا كده عندي القانون بتاعي، قانون الاكسلريشن يا محمد. الاكسلريشن بالايه؟ ايكوال V2، بطرح السرعتين، السرعة النهائية اللي هو وصل لها ماينس V1 السرعة الأولية اللي هو بدأ بيها، على ديفايدد ايه؟ ديفايدد تايم على الوقت. تمام؟ طيب هنا V2 كام؟ هو أنا لما أدوس فرامل العربية هيحصل لها الكار ايه؟ الكار ستوب. لما انا ادوس فرامل السرعه هتقل تقل تقل لغايه ما العربيه تقف. لما العربيه تقف كده هيبقى لها سرعه ولا السرعه بتاعتها زيرو؟ يلا يا محمد، السرعه كام؟ العربيه واقفه ليها سرعه ولا زيرو؟ لا لها زيرو امس زيرو. عشان خلاص. تمام. طب وهي بدأت بسرعه قد ايه اللي هي V1؟ السرعه البدائيه بتاعتها الانيشيال 60، هي مكتوبة عندك إن العربية كانت ماشية 60، فضلت سرعتها تقل تقل لغاية ما وصلت زيرو وقفت. تمام؟ وهنا أنا عندي الأكسلريشن فاضل لي التايم. يبقى أنا هعوض بقى بالمعطيات اللي عندي. الأكسلريشن عندي كام؟ 3. إيه؟ 3 متر بير سكند سكوير إيكوال V2 اللي هي زيرو ماينس V. طبعا هنا الاكسلريشن بتاعتي ديجريز بتقل يعني نيجاتيف، مش هرجع لها لما يجي ايه اخلص. نحط نيجاتيف، يبقى دي نيجاتيف اكسلريشن، سرعه تناقصيه. تمام. والفي 2 بتاعتي 60 يعني ماينس 60 على التايم اللي انا مش عارفاه. هرجع بقى للمثلث بتاعي. فين التايم؟ تمام. المثلث بتاعي ده اللي هيحل لي الدنيا، اللي هيعرفني اعمل ايه. المثلث بتاعي ان انا بكتب القانون جوه مثلث عشان انا اعرف هعمل ايه بالظبط، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه الاكسلريشن على دلتا في اللي هو الفرق بين السرعتين على تي. عندي هنا الاكسلريشن ماينس 3 وعندي الدلتا في ماينس 16، هقسمهم على بعض هيديني التايم. اهي باينه، هو ما هو كده هيبقى تي هتساوي ماينس 60 على ماينس 3، هيديني كام؟ 20 20 سكند. فهمنا دي كده ولا عيدها تاني؟ ستة مس نعم أعيدها. لا فهمت. فهمتوها؟ فهمتها يا محمد؟ أيوة فهمتها يا مازن؟ جانا؟ دي تمام يا باشا. قوانين وأنا بعوض فيها، يعني هي قانون وأنا بحط المعطيات اللي هو عطاني في قلب القانون وبحل بقى، فبيطلع لي الناتج في الآخر. يبقى هو عطيني الأكسلريشن وعطالي السرعة البدائية بتاعته وقال لي إن هو وقف، يبقى معنى كده السرعة النهائية إن هي زيرو. خلاص طالما وقف يبقى زيرو. تمام. عايز التايم بقى، فانا ابتدي اشوف هقسمهم على بعض يطلع لي الايه التايم. دايما عايزاكم تحلوا برضو المسائل دي تاني علشان تحسوا ان انتوا ايه فاهمين. طب تعالوا نشوفوا نمبر 6 دي برضو مسألة. The following table shows the motion of a car within 4 hours. Describe this motion during that period of time. هنا انا عندي التايم بتاعي وهنا عندي السبيد. كان السبيد زيرو يعني كانت واقفه، والتايم زيرو طبعا كانش فيه تايم. عند 1 اور
في الساعة الأولى ابتدت السبيد توصل عندي لثيرتي كيلومتر بير أور. عند 2 اور في الساعة الثانية السبيد بتاعتي وصلت 60 متر كيلو متر بير اور. عند 3 سكند كانت السبيد بتاعتي 20 كيلو متر بير اور. عند الفور تاي اور عند الساعة الرابعة ابتدت تبقى زيرو، يعني العربية وقفت. هنيجي نعمل لها ريبريزنت، نعمل لها تمثيل بياني، نعمل السبيد والتايم. هنلاقي ان انا عندي الواحد الوان والتو، الوان والتو السبيد بيحصل لها ايه؟ انكريز، بتزيد. عند ثلاثة واربعة السبيد هتبتدي ايه؟ ديجريز، تقل. تمام؟ فهنا عشان اوصف هقول ايه؟ we can represent the motion in the opposite graph. لو انا بقى اكيد بصيت للموشن على الجراف ده through the first 2 hours زي ما انا قلت لكم، فاول ساعتين لو انا حسبت الاكسلريشن بتاعنا، تعالى نحسب الاكسلريشن كده ونكتب القانون. قلنا الاكسلريشن ايه؟ equal v2 السرعة النهائية ماينس v1 السرعة الايه الاولية على الطيب. تعال نشوف اول ساعتين عندي اللي هو لما بدأ من الزيرو وصل لسكستي، يعني هو كان واقف وبعد ساعتين 2 اور بقى كام؟ بقى سكستي. فهنا انا عندي v2 بتاعتي كانت كام؟ سكستي ماينس v1 الزيرو اللي هي كانت واقفه على التايم كام؟ كام ساعه؟ واحد واثنين، يعني ساعتين. تمام؟ اصبح الاكسلريشن بتاعي كام؟ كام يا شباب؟ ها؟ يلا يا حلوين، كام؟ انا في حاجه مش فاهمها، يعني اقول بقى ليه 60 ايوه انا ليه عارف. 60 0؟ بص يا حبيبي، الاكسلريشن يعني ايه اكسلريشن؟ يعني انا بحسب هو في الساعتين دول السرعه بتاعت العربيه دي اتغيرت قد ايه. طب تغير السرعه ده ايه؟ هتطرح السرعه اللي انتهت بيها من السرعه اللي بدات بيها. هي بدات بانه سرعه؟ كان سرعتها قد ايه في الاول خالص؟ زيرو زيرو. انتهت سرعتها بقت قد ايه بعد ساعتين؟ سرعتها بقت كام؟ ست هو ده الاكسلريشن. يبقى انا هطرح السرعه النهائيه دي 60 من الزيرو، هيطلع لي كام؟ 60، واقسمه ست على الساعتين. اقسمه، ما هو قعد ساعتين لغايه لما اتغيرت السرعه دي، هي الاكسلريشن كده. it changes speed in ionic of time. اه it changes speed in 1 second. تغير السرعه في الايه؟ في التايم. تمام؟ طيب هيطلع لي كام بقى؟ 30 سيرتي. سيرتي ايه بقى الميجرنج يونت بتاعي؟ نفس كيلومتر بير سكند، سكند ولا سكند سكوير؟ ما سكند سكوير. سكند سكوير، لا مش اور سكوير، احنا بالاور دلوقتي. طب ليه اور سكوير بقى؟ عشان انت ما حضرتش معانا. ليه اور سكوير؟ لان انا الاكسلريشن دي انا بقسم السبيد، السبيد دي فيها تايم. تمام؟ ديستانس على تايم، صح؟ السبيد دي لما باجي بحسبها بقسم المسافه الديستانس على التايم. تمام؟ طيب والاكسلريشن برجع برضو اقسم تايم، يبقى الاكسلريشن فيها تو تايم، التايم بتاع السبيد والتايم بتاع الاكسلريشن، فبيتضربوا في بعض فبيدوني السكوير. تمام؟ انما السبيد فيها تايم واحد بس. فهمت كده؟ يبقى الاكسلريشن نفسه بالظبط الميجرنج يونت بتاع السبيد، بس الفرق ايه؟ ان هي عندها تو تايم، التايم بتاع السبيد والتايم اللي هي اتغيرت فيه. يبقى كده في خلال ساعتين كان الاكسلريشن بتاعي 30 كيلومتر بير اور سكوير، يعني بوزيتيف. بوزيتيف هنا اهو، بوزيتيف ايجابي. يعني ايه؟ يعني السرعه انكريز، زادت. بوزيتيف انكريز. طب تعالى بقى ثرو ذا ثيرد اور، في الساعه الثانيه، خلال الساعه الثالثه، ذا كار موف ات، هنا كانت 60 وبقت 20. يبقى انا هي بدات بكام؟ ب 60،
يبقى دي في 1 وانتهت بكام؟ ب 20. علشان احسبها هتبقى ايه؟ 20. انا بحسب ماينس الصفحه النهائيه اللي هي في 2 ماينس 60 60 على كام؟ 3. هنا دي ساعه، التلاتة دي على واحد ايه؟ واحد اور، هي ساعه واحده اللي اتغيرتها، هي كانت هنا 60، الساعه اللي بعديها على طول بقت ايه؟ 20. يبقى هي قعدت قد ايه؟ قعدت 1 اور على 1، هيديني ايكوال كام؟ ماينس 40، هيطلع لي بالماينس كيلومتر بير اور سكوير. تمام، كيلومتر باي اور سكوير، يعني هنا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اكسلريشن، يعني السرعه هنا ديجريز قلت، كانت سكستي عاليه قوي وبعدين وصلت لايه؟ لتوين. طب في الساعه اللي بعديها بقى من توين لزيرو وقفت خالص من هنا لهنا، في الساعه اللي بعديها يبقى هطرحت الزيرو ده ماينس توين، السرعه النهائيه كانت زيرو، السرعه اللي بدات بيها توين وعلى 1 فهتديني ماينس 20 كيلو متر بير اور. يبقى هنا دي ايه؟ دي كده نيجاتيف اكسلريشن. كده تمام معايا ولا في حاجة مش مفهومة نعيدها تاني؟ أنا في حاجة مش فاهمة في التانية التانية اللي هي ايه؟ اللي هي اللي نتيجتها نيجاتيف 40. هي نيجاتيف 40 يعني هو مش نيجاتيف 40 يعني، ولا ايه اه نيجاتيف تكذب 40؟ نية، لان هي اصلا نوع الاكسلريشن، انا عندي نوعين من الاكسلريشن، بوزيتيف اكسلريشن ونيجاتيف اكسلريشن. فدي نيجاتيف اكسلريشن، طب ايه الفرق ما بينهم؟ البوزيتيف ان السبيد هنا دي انكريز، بيزيد، يعني عندي هنا لو بصيت هنا هتلاقي ان السبيد انكريز من الزيرو للسيرتي، وانكريز من السيرتي للسكستي، يبقى السرعه زادت. تعال بقى نبص العكس، هنا كانت 60 وبقت 20، هنا ديجريز ولا انكريز؟ decrease. ديجريز، يبقى دي بالنيجاتيف، هتطلع لي بالنيجاتيف، لان انت هتطرح ال 20 دي من ال 60، لازم تطرح السرعه النهائيه من السرعه الاوليه، فلما تطرح ال 20 من ال 60 الصغير من الكبير هيطلع لك بالنيجاتيف، فدي تبقى نيجاتيف اكسلريشن. هنا بتقول ان يا جماعه الاكسلريشن هنا نيجاتيف، يعني السبيد ديجريز قلت بمقدار القيمه اللي قلت بيها 40 كيلومتر لكل 1 ايه؟ لكل 1 اور. يعني السرعه بتاعتها قلت 40 كيلومتر بير اور كل ايه؟ كل ساعه بتقل 40 كيلومتر بير اور. فهمت كده؟ ايوه يا باشا، يبقى ال 40 كيلومتر بير اور سكوير، يعني هنا القيمة اللي هي قلت بيها قلت قد ايه؟ سرعتها قلت قد ايه؟ قلت 40 كيلومتر بير اور خلال ساعة. تمام؟ طيب لما يطلع لي بالنيجاتيف يبقى هي ديجريز، لما يطلع لي بالبوزيتيف يبقى هي ايه؟ انكريز، بتزيد. هنا it occurred start to move from rest and after 2 seconds، يعني الكار ابتدت تتحرك من الريست، يعني كانت زيرو ريست واقفه تبقى زيرو، وبعدين هتبتدي اند افتر بعد ثانيتين اتس سبيد بكام 4 متر بير سكند بير سكند، يعني بعد ثانيتين ابتدت السرعه بتاعتها تبقى 4 متر بير سكند، اند ات كيب موفينج ات ذا سيم سبيد اوف فور انذر 2 سكند، ذن ذا موتو ريست هاد تو يوز ذا بريكر، بريكر اللي هو بيسوق بقى استخدم الفرامل، فسلو داون بطئ السرعه بتاعتنا، بطئ السرعه بتاعتنا قد ايه؟ الكار سبيد كانت اصلا هي ماشيه ب 4 متر بير سكند، وصلت ل 2 متر بير سكند ان ذا فيفث سكند، خلال 5 ثواني، اند ايت ستوب ووقفت خالص after another 2 seconds. Represent the relation graph. المفروض ان احنا بقى ايه؟ نعمل جدول ونمثل الكلام ده. تعالى نعمل جدول كده عشان نفهم اكتر. هنا ده التايم
وده السبيد الفي قصدي. تمام، لما كان زيرو تايم زيرو هي كانت ريست برضو زيرو. تمام، وبعدين بعد ثانيتين بعد ثانيتين زادت فور، بقت السرعة عندنا فور خلاص. اند وفضلت بقى محافظة على الكلام ده كمان ساعتين كمان، يعني ايه تلاتة برضو كانت فور، أربعة برضو كانت فور. معايا يا جماعة؟ تمام. بعد كده ابتدى يدوس فرامل، فالسرعة بقت 2 عند امتى؟ عند 5، لما كان 5 سكند بعد 5 ثواني بقت كام؟ بقت 2. وقفت خالص بعد ثانيتين، يعني ايه؟ يعني نحط هنا 2 يبقى 7 هتبقى 0. تعال نمثل بقى الكلام ده، اجي اهو السبيد واجي التايم، عند هنيجي من هنا ده 0 و0 فهنحط نقطة هنا. تمام، طيب هي هنا عند 2 سكند في الثانية الثانية كانت هي كام السرعة بتاعتنا؟ 4. فاجي هنا فور. عند 2 واطلع لغاية 4 واحط ايه علامة ووصل. هي فضلت كده 3 و4 نمشي بنفس السرعة، يبقى 3 و4 برضو حاجة عند 4 واحط ايه بوينت، واحط بوينت ووصله. رجعت عند 5 بقت كام؟ اجي عند 5 هنا واحط 2 ووصله. عند 7 بقت كام؟ بقت 0. زيرو. اجي عند 0 واحط بوينت، هيطلع لي الرسم دي. فهمنا كده يا جماعة؟ واضح ايوه كده؟ بس يبقى انا كده بعمل ديسكرايب، بوصف سرعه العربيه دي اتغيرت قد ايه خلال الزمن. يعني هي ماشيه بتاع 7 ثواني، في ال7 ثواني دول فتره منهم مشت بسرعه زودت السرعه بتاعتها، وفتره منهم ثبتت السرعه فضلت بسرعه ثابته، وفتره تانية السرعه بتاعتها قلت. تمام، هي دي الاكسلريشن، ان انا بوصف التغير في السرعه خلال الوقت during ايه ذا تايم. تمام، احنا كده خلصنا الليسون 2. ان شاء الله الحصة الجاية هنحل اسئلة على ليسون ايه، على ليسون 2. في اي مشكلة كده يا جماعة؟ الناس اللي فاتتها الدروس اللي فاتت انا في بسجل الحصص كل مرة، فهنزل لكم تسجيل حصة النهاردة، وانت بتدخل عليها هتلاقي نفسك في القناة، والقناة هتلاقي فيه الحصص اللي فاتتك تقدر تطلع عليها وتذاكرها كويس. لما نتقابل الحصة الجاية ان شاء الله يوم الثلاث الساعة 6 ونحل مع بعض ايه على ليسون 2 الأسئلة علشان نستفيد أكتر. أشوفكم إن شاء الله يوم الثلاث الجاي إن شاء الله جميل. مع السلامة.